الفلوس عنده ما تسويش، خسر صاحب عمره في واقعة غريبة وطرد محمد بركات من حياته، بس المفاجأة انه طلع مليونير، والعرض اللي قدمه في الساعات اللي فاتت قلب الدنيا. سيد معوض ابن البلد اللي فاجئ الناس بجدعنته وهيشغل الشباب بمرتبات عالية. عشان تعرف اسرار وحكايات ابن البلد الجدع سيد معوض وازاي بيستخدم الفلوس علشان تبسطه، اسمعنا في الفيديو ده. انا عندي سلسلة مطاعم كبيرة ومستعدة اشغل اي حد شغال في مطاعم المقاطعة، وخايف يسيب شغله ما يلاقيش غيره، ومش بس كده، ده كمان هيديهم مرتبات اعلى من اللي كانوا بياخدوها. ده اللي كتبه سيد معوض على صفحته، ومن ساعات الكل عاوز يعرف سيد معوض ايه حكايته. بصراحة معوض ابن بلد وجدع مني، معروف بكده من زمان، من ايام ما فتح مطعم سمك مع محمد بركات. طلع وقال في تصريحات لي على موقع قناة صدى ان المطعم بتاعه هو بركات مش متخصص لنجوم الكورة ولا صفوة المجتمع بس، وانه لكل الناس، وانه كمان منبه على ادارة المطعم انهم ما يغلوش في الاسعار، وانه بيتابع بنفسه علشان يضمن ان الاسعار مش غالية. بخلاف المطاعم بتاعته سيد معوض الفلوس مش بتحركه، هو بيستخدمها وسيلة عشان يسعد بيها نفسه وغيره. في مرة كشف على فضائية اون تايم سبورتس كواليس الفلوس اللي دفعها عشان ينضم للنادي الاهلي. قال ان النادي التركي طرابزون سبورت قعد فيه حوالي 6 شهور على سبيل الاعاره سنه 2018، بعدين النادي قرر ان هو يتعاقد معاه بعد اول ماتشين لعبهم في بطوله امم افريقيا، بعد ما اتصاب الظهير الايسر الاساسي للفريق عندهم. وبعد ما فتره من الاعاره خلصت، قرر النادي التركي ان هو يشتريني من نادي الاسماعيلي مقابل 900,000 دولار، يعني حوالي 42,451,000 جنيه مصري. لكن هو قال لهم انا عاوز ارجع مصر والعب مع النادي الاهلي. بيقول ان وقتها جاله عرض من النادي الاهلي، بس حصل خلاف بين المسؤولين في القلعة الحمراء والنادي التركي بسبب الفلوس. وقتها دفع سيد معوض 250,000 دولار، يعني بالمصري 11,792,000 جنيه، من جيبه علشان ينتقل للنادي الاهلي. وقال ان حلم حياته كان ان هو يلعب في النادي الاهلي، عشان كده الاهلي يستاهل انه يدفع له فلوس عشان يتنقل له. وقال النادي التركي انه لو كان عايزني ادفع له اكتر كنت هدفع، عشان بس اكون جوه القلعة الحمراء. اللي يعرف سيد معوض يعرف ان هو ومحمد بركات كانوا من اعز الاصدقاء والاخوات، وياما بركات طلع يحكي ويتحاكى عن المقالب اللي عملها فيه سيد معوض، لدرجه انهم دخلوا بزنس مع بعض في مطعم السمك اللي قلنا عليه من شويه. بس تقول بقى ايه، دوام الحال من المحال. بركات وسيد معوض وقعوا في بعض، محدش قال ايه السبب بالظبط، لكن كل محاولات الصلح فشلت، لدرجه ان سيد معوض طلع على الهوا وقال انا طردت اشخاص كتير من حياتي، وعلى راسهم محمد بركات. بس في كلام طلع ان سيد معوض طلب من محمد بركات بصفته واتحاد كورة يعني انه يتعين في ادارة المنتخب الاولمبي، بس بركات ما عملش ده، وده اللي صدم سيد معوض وخلاه يقطع علاقته ببركات، وقال انا ما طلبتش من حد يعيني في منتخبات ولا يساعدني بحاجة. ومن ساعتها والعلاقات بينه وبين بركات اتقطعت، محدش عارف برضو ايه مصير مطعم السمك اللي فتحوه مع بعض بقالهم سنين وكان من اشهر المطاعم في مصر. انت بقى رايك ايه في العرض اللي قدمه سيد معوض نجم الاهلي ومنتخب مصر للشباب؟ هل تعرف حد ممكن يشتغل عنده؟